حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. هكذا الانطلاقات، هكذا الابداعات مستمرة على ارضية هذا الميدان. اشواطنا مستمرة، شوط يبدأ وشوط ينتهي بالاثارة. شوطنا الثامن انطلق منذ لحظات، خصص القعدان الفطامين المشتركات مع انطلاق الصندوق المفتوح مباشرة مع البداية على مقدمة هذا الشوط. وضاح منصور بن صنقور بن محمد النبي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول، بينما المركز الثاني وصول وتقدم من خلال تواجد هذه الأسماء، هذه الشعارات تواجد شعار سالم بن هلال الاكتريخ. هذا المركز هنا أيضا الثاني، المركز الثالث تقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد هنا أيضا ووصول من خلال تواجد شعار بن عية إذا صح هذا التعبير. تابع الأسماء الأخرى، الشعارات المنطلقة في هذا المسار والمندفعة بالأسماء الحاضرة بالشعارات المنطلقة، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول مع انطلاقة مطفي على الصدارة. ولكن وضاح، ولكن وضاح بدأ ينطلق في هذا المسار المستمر على البداية الأولى على مقدمة هذا الشوط. منصور بن صنقور بن محمد الرينيبي ينطلق بالانطلاق الأخير بالإبداع المثير على البداية الأولى على مقدمة هذا الشوط بلا أي منافس. يوسلوم يا سلام، بدأ ينطلق في هذا المسار بالانطلاق الأخير بالإبداع المثير. يا سلام عليك الرينيبي مع انطلاقة وضاح. منصور بن صنقور بن محمد الرينيبي بلا أي منافس، بلا أي منافس على الإطلاق. تهانينا وناموس لمالك وضاح منصور بن صنقور بن محمد الرينيبي، لك تحية على هذا الفوز والانتصار. لحظات وصوله عبوره إلى خط النهاية معلن ناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصول في هذه اللحظات وتقدم مع المركز الثاني من خلال تواجد شعار السفير. المركز الثالث، المركز الثالث في هذا المسار والإبداع الكبير اللي هو شاهين سيبن علي بن حمدان الشامسي إذا صح هذا التعبير. التوقيت الزمني 2:07، تهانينا والناموس.